الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. والله اليوم كي حضرت الاجتماع كان دعوة من سيد والي الجهة، كان حاضرين بعض الرؤساء السابقين، بعض اللاعبين القدامى، بعض المسيرين، كان من أجل تدارس وضعية شبابة وإيجاد حلول للفراغ هذي والعزوف عن التسيير. هي فترة انتقالية صعبة تمر بها شبابة، وقت اللي أغلب الحضور ما كانش عنده رغبة وكان عنده التزامات أو كان عنده تمنع، ورغم التزاماتي المهنية واللي أنا وقيم بالعاصمة وعندي تعرفوا اللي ماهوش بالساهل تسيير جمعية في الظروف هذية، استجابة لرغبة الحضور والسلطات الجهوية اللي وعدوا بالدعم وإن شاء الله اللي يقفوا مع الجمعية في الفترة القادمة، باش تكون فترة إن شاء الله حتى تقريب ديسمبر في حدود 3 أشهر أو 4 أشهر إلى حين إجراء جلسة انتخابية. طول الجمعية عندها استحقاقات، عندها بداية موسم، عندها تحضيرات، إن شاء الله نلقاو دعم كما لقينا الكلام، الناس كل تقف مع جمعيتها. جمعية ماهيش أشخاص، ماهيش رئيس، الجمعية راهي مدعمين، الجمعية جماهير، الجمعية أحباء، لابد الناس كل تقف مع جمعيتها تنتفي المصالح الشخصية قدام مصلحة الشبيبة، ولابد من التضحية، ولابد من وقوف أبناء القيروان وحباء الشبيبة الكل صف واحد مع الجمعية إلى حين إن شاء الله نتعديه الفترة هذية، وإن شاء الله في المستقبل نلقاو هيئة منتخبة اللي قادرة باش تسير الجمعية على المدى المتوسط والمدى البعيد إن شاء الله. أكيد فما أسماء اللي خدموا معايا قبل باش نتصل بهم، إن شاء الله يكونوا متحمسين، إن شاء الله أنا عندي فيهم ثقة ونعرفهم اللي هم يلبيوا نداء الواجب. كنا خدمنا مع بعضنا 4 سنوات ونعرف حبهم وغيرتهم على الجمعية، إن شاء الله يكونوا متحمسين، وهي لابد الناس كل تضحي من أجل الشبيبة، وبقدرة ربي إن شاء الله تتكون الهيئة التسييرية في أقرب وقت ممكن، إن شاء الله في غضون 48 ساعة القادمة، لأنه توا ما عادش وقت النجم نضيعوه، لابد توا من بداية العمل وبداية التحضير، الموسم مش يكون صعب على جميع المستويات. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.